في الفيديو ده هنعمل أعفن أكلة في مصر. أيوة اللي سمعتي صحيح، هنعمل أكلة لا تصلح للاستهلاك الأدامي، ما بتعملش غير في مصر وليها عشاق بالملايين. عرفتي هي إيه ولا أقولك أنا؟ أيوة هي الفسيخ. الفسيخ الكيلو منها هيبقى بألف جنيه، مفيش حد في العالم كله بيعملها غير المصريين. تعالوا نشوف إزاي هنعمل الفسيخ البيتي وبمكون واحد بس. اول حاجه هتعمليها تشتري سمكتين البوري الكبار وتغسليهم كويس وتنشفيهم وتعلقيهم بالشكل ده، وتعلقيهم بزيت بيبسي كده بيكون افضل. يعني ليه بقى؟ عشان تنزل الدم والميه اللي فيها مكان الغسيل. بعد كده هننشف بقى السمكه كويس جدا، واحنا السمكه دي كنا معلقينها كده من بالليل الصبح عشان ما يكونش فيها ميه خالص. مهم جدا بقى تنشفي الحته بتاعه الخياشيم دي، الحته اللي قدام. بصي بقى يا ستي، لما تيجي تشتري السمكه اشتريها عينيها تحسها بصالك، والخياشيم بتاعتها كده افتحيها لازم تكون حمراء بالشكل ده، ويكون القشور بتاعه السمكه كلها فيها، دي العلامات يعني ان السمكه دي طازه ولسه جايه. بعد كده المكون الاساسي هو الملح الخشن، هتلاقيه عند العطار، هاتي نص كيلو. وانا الصراحه بحب ازود معلقه شطه، قال ايه يعني ايه بتموت البكتيريا، عشان ابقى مطمن بس لو كانت فسيخ. بعد كده هقلب الملح بتاعي كويس جدا وابتدي بقى احشي السمكه. هفتح بقها كده وابتدي اضغطها زي ما كنا بنضغط الحمام زمان لو حد غاوي او حد كان بيحب يضغط الحمام. ولو لقيتي الملح واقف معاكي على بق السمكه كده هتجيبي بقى المعلقه زي ما انا عملت كده وتحطيها بظهرها جوه معده السمكه، هتزق الملح وتوسع معاكي الموضوع، وكده هتعرفي تحشي السمكه كويس جدا ملح عشان تطلع مظبوطه. بعد كده هتبتدي تحشي بايديكي لحد ما توصلي ان البق خلاص اتملى، نبتدي بقى نحشي الخياشيم اللي في الجنب كويس جدا. مهم جدا تكون متنشفه، بص انا باكد على موضوع التنشيف قد ايه. بعد ما تحشي بقى كله كويس جدا كده تحشي بقى السمكه الثانيه بنفس الطريقه، لو عندك كميه سمك ثانيه برده كلها اعمليها بنفس الطريقه. بعد كده نروح بقى على الخطوة التانية وهنجيب اكياس تلاجة ونحط بقى السمك جواها ونبتدي نوزع ملح، مش لازم توزع في كل حتة بس المهم ان يبقى في خط على الاقل جوه الكيس. هو لما السمك هيبتدي يتحلل الملح ده يبقى عامل زي الزيت وهيغلف السمكة كلها، بس المهم بقى ان احنا نعمل القصة دي في 5-6 كيس، يعني نحط بقى كيس من قدام وكيس من الناحية التانية وهكذا، مع نعمل حساب ان الملح يكون متوزع بطول الكيس كله. بعد ما تقفليه كويس كده هتعملي التانية بنفس الشكل، وبعد كده بقى عايزين نقفلها قفلة محكمة الغلق، السلوتيب ده احسن حاجة في الدنيا. هنبتدي بقى نلف كل السمكة بنفس موضوع السلوتيب، ولو مش عندك هتضطري تحطي اكياس اكتر او ممكن تربطيها بخيط دوباره وبعد كده تحطيها في شنط كتير. وبعد كده هنعمل كل كميه السمك بنفس الطريقه. الخطوه الاخيره بقى هنحطهم في كام شنطه، شنطه جوه شنطه جوه شنطه جوه علبه او شنطه كبيره، ونقفلها نفس التقفيله تاني، وبعد كده نرميها في المطبخ. لو لسه بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي فانا بشكرك على حسن المتابعه، بس حابب اقول لك على كام نصيحه لو خدتي الخطوه انك تعملي الفسيخ. اول حاجه هتشتري سمكه وزنها يكون فوق النص كيلو. تاني معلومه مهمه جدا ان الادوات والسمك وكل حاجه بتستخدميها حتى ايديكي ما يكونش فيها اي ميه عشان السمكه ما تبص منك. وقت التسويه هيبقى 3 اسابيع، ودي هتطلع في الاخر الفسيخه مظبوطه معاكي جدا، ما تحيش عليها قبل كده. ومهم التغليفه تكون محكمه عشان ما يخشش اي هواء او ميه ويبوظ الفسيخ مننا. واشوفكم في فيديو جديد مع محمد ابراهيم، والسلام ختام.